اختبر هدف من بين احسن كان في 2018 منتخب الجون بيسجل الهدف الثاني بتفوق على من على كاميرون في غريبة غريبة هذا كريت غريبة وعجيبة ولكن مازال كل أرقام ستسقط بعد لحظات لا ساعات طبعا سأواصل معك الحوار سيكون شيخ معك يا أمين وذكر جمهورنا الرياضي أن السهرة ستتواصل تقريبا لغاية الواحدة صباحا بعد أستوديو الكان هي سهرة الكان سيكون لدينا الوقت الكافي يا أمين ولكن أولوية لزميلنا وليد فرحاني المتواجد هناك في بواكي في ملعب السلام وليد فرحاني الذي عاد لنا الأمل بصيحته في هذا النجاح وإن شاء الله اليوم صيحة أخرى لزميلنا محمد جمال ستكون صيحة الفرح والتأهل إلى دور ثمانية النهائي أهلا مرحبا وليد مساءك سعيد كريم تحية طيبة لك ولكافة من يتواجد معك في الاستوديو التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري الموعد حان كريم الجميع ينتظر هنا في بواكي بالقرب من ملعب السلام إلى سيواجه المنتخب الوطني الجزائري قبل ربما ساعة أقل من ساعة ونصف من الآن منتخب موريتانيا مباراة مرتقبة ومنتظرة بين الشقيقين الأخوين الجزائري والموريتاني الشيء الجميل كريم قبل بداية المباراة صور أكثر من رائعة ومعبرة بين الجمهور الجزائري والجمهور الموريتاني بالقرب من مدخل الملعب الرئيسي حيث الأعصار وليد سأعود إليك يا وليد سأعود إليك يا وليد بعد لحظات قليلة ريثما يتم إصلاح الصوت وهذا الخلل التقني من هناك طبعا من بواكي سأعود إليك لأن الأمور يا هيكل أصبحت 5-5 وليد كما قلت أنه المباراة هامة ومصيرية وقيمتها بين الشقيقين والفائز سيتأهل وحتى تعادل للمنتخب الجزائري ماذا لديك يا وليد؟ فعلا كريم أنت قلتها بين الشقيقين وأنا تحدثت عن الصور الجميلة والرائعة التي شاهدناها في القرب من المدخل الرئيسي للملعب بين الجمهور الموريتاني والجمهور الجزائري الجمهور الجزائري أخذ صورا تذكارية بالعلم الموريتاني والجمهور الموريتاني أيضا أخذ صورا تذكارية بالأعلم الجزائري صور أخوية كل من الجمهور تمنى التوفيق للمنتخب الآخر بين الأخوين المنتخب الموريتاني والمنتخب الجزائري مباراة مرتقبة كل منتخب يبحث عن النقاط الثلاث أكيد أنه المدرب جمال بلماضي كريم تحدث مع أشبانه وعناصره وأكد لهم أن المباراة ستكون صعبة خاصة بعد أن عادت الحظوظ كلها لمنتخب موريتانيا الذي يكفيه الفوز للتأهل بشكل رسمي في هذه المباراة المنتخب الجزائري يلعب بسلاحين سلاح التعادل أو سلاح الفوز للتأهل في هذه المباراة مرتقب أيضا كريمة تكون هناك تغييرات على مستوى الخط الخلفي بغياب رامي بن سبعيني على مستوى منتصف الميدان بغياب أيضا إسماعيل بن ناصر وهناك حديث أيضا عن وجود تغييرات أيضا على مستوى خط الهجوم في صورة ربما عمورة الذي قد يكون أساسيا في هذه المباراة في انتظار التأكيدات الرسمية لأن الأمور تأكدت يا وليد في هذه المباراة هي بين ذهن الكوتش جمال بلماضي كريم أدرك بأنك خارج الملعب لم تصلك بعد التشكيلة لأنك كنت معنا في التجارب الصوتية ولكن التغييرات التي تتحدث عنها تأكدت وأي تغييرات كثيرة جدا خمس تغييرات كاملة يا وليد دعنا نكتشفها مع فريد ملولي ثم أعود إليك على المباشر طبعا وليد التشكيلة اللي دخل بها اليوم الأخ كريم هو الحارس مونديريا على اليمين عطال شكرا للأخ فرحاني على اليسار إيت نوري في وسط الدفاع الذي سيخلف ماندي الذي سيخلف بالسبعيني هو اللاعب توغاي معه ماندي زروقي في وسط الميدان الدفاعي أمامه اللاعب بوداوي واللاعب عوار يلعبان أمامه على طريقة المثلث المقلوب على اليمين لاعب والناس الذي خلف محرز على اليسار عمور الذي خلف بليلي وبوداوي وعوار خلف الثنائي بن طالب وفغولي تغييرت كثيرة وليد فرحاني ولكن تلك الروح القتالية والإصرار ورغبة الجميع في فوز مقنع وتأهل يليق بمقام الجزائر تبقى نفسها فعلا كريم تغييرات كثيرة ولكن الروح تبقى نفسها وأيضا الرغبة تبقى نفسها وليس هناك لاعب أساسي واحتياطي عندما يتعلق الأمر برفع العلم الوطني كلهم جاهزون لتقديم
كل ما ينبغي تقديمه من أجل تحقيق النقاط الثلاث ومن أجل الظفر بورقة ترشح. بعدها يا كريم مباراة بمباراة، هي إفريقيا مبارياتها صعبة ومنتخباتها لم تعد صغيرة، فبالتالي واحدة من المباريات المرتقبة، نتمنى أن يكون الخضر في يومهم ويحقق النقاط الثلاث إن شاء الله يا كريم. إن شاء الله بالتوفيق لك وليد ولكل الزملاء المتواجدين طبعا هناك في ملعب السلام ببواكي. تعليقك فردي الدريب على التشكيل؟ والله كنا منتظرين التغييرات هذه لأنه كان كمان حتى الجماهير انتظرت بفارغ الصبر انه يكون تغيير في التشكيل. اليوم شفنا هذا التغيير، هذا انا اظن انه الفريق المناسب لهذه المباراه هذه، لانه كما تكلم امين دفاع موريتانيا شويه ثقيل، هذاك لازم كما عمور كما والناس ولا نجاح ممكن هذول